مرات كثيرة قيل أن الشعب السوري سينتهي، لكن استطاع أن ينهض. في مواجهة آلة الدمار للنظام في البداية، ثم في مواجهة حلفائه من اللبنانيين والإيرانيين والعراقيين، ثم بعد ذلك في مواجهة آلة الدمار الهائلة للعدو الروسي. ولهذا في الفترة الأخيرة إذا لاحظت أن العدو الروسي استقدم الكثير من الأسلحة والطائرات والسفن الحربية لأجل أن يخوض حرب في حلب. إذن هو كان يدرك أن ما بيده في سوريا أقل مما يستطيع أن يحقق انتصار في حلب. على أي حال، أنا بتقديري ثقتي كبيرة بأهلنا بسوريا أنهم يستطيعوا أن يهزموا الروسي، يستطيعوا أن يعالجوا مشاكلهم. ربما هناك مرارة قاسية يشعر فيها كل امرئ منا حين نرى أهلنا ينزحون من بيوتهم، من بلادهم، تدمر على رؤوسهم بيوتهم، لكن أنا واثق أنهم سينهضون. ومن يظن أن الشعب السوري سيركع، من يظن أنه انتصر على الشعب السوري، من يظن أن سوريا سوف تستكين وسوف تستسلم، هذا مخطئ تماما. ما جرى حتى اليوم في سوريا هو أكبر من انتصار، لأن هذا الشعب المعزول، هذا الشعب المحارب من كل الجهات، هذا الشعب المتآمر عليه من الجميع استطاع أن يمر في محطات قاسية. ظن الجميع في فترة من الفترات أنه قضي عليه، لكن كان ينهض، كان يستطيع أن يكمل طريقه. الإيراني استغل هذه المعركة وحاول أن يدخل على خط خدمة الأمريكي ضد أمة لا إله إلا الله، وهذا أمر للأسف الشديد قرأنا نماذج منه كثيرة أيام الدولة الصفوية والدولة العثمانية. كانت الدولة العثمانية كلما خاضت حرب مع الغرب أو مع روسيا كانت إيران تفتح لها جبهة في الشرق، مستغلة انشغال المسلمين في معارك مع أعدائهم. المرحوم السيد الخميني كان صادقا، كان وفيا، حتى حينما احتل لبنان من قبل العدو الإسرائيلي كان صادقا معنا، وقف معنا بإخلاص. لكن للأسف خلفاؤه الذين جاءوا من بعده بنوا سياستهم على الموضوع الفارسي، نحن فرس وليس لنا علاقة بالإسلام، واستغلوا المذهبية لخدمة الفارسية، ولهذا هم يخدعون الشيعة في لبنان والشيعة في سوريا وفي العراق وفي أي مكان تحت عنوان أنكم أنتم أقليات في مناطق سنية، وهذا كذب. وأنا رأيت ولمست هذا التوجه وهذا النهج من النظام الجديد في إيران منذ التسعينات.